تونس قادمة على انتخابات رئاسية وتشريعية، فهل أنه الرئيس الجديد باش ينجح في نقل تونس نحو مستقبل أفضل؟ هل أنه انتخاباتنا فعلا هي انتخابات ديمقراطية؟ هل أنه المترشحين قدمونا برامج دسمة على ضوءها نجم ننتخبوهم؟ تجربة جديدة، انتخابات جديدة على نهج الديمقراطية لاختيار القائد اللي باش يحقق طموح الشباب. الأسئلة اللي تخص النقاط هذه طرحناها على الشباب اللي رغم اختلافها إلا أنها تصب في نفس الخانة، خانة اختيار الشخص المناسب اللي باش يقود تونس نحو الأفضل ويغير واقعها. ما ثم حتى رئيس باش يقودها للأفضل، كلها تخدم في مصالحها وتضرب على الكراسي كلها من غير ما تقلق راه. ونفس الحكاية راه، ترجع بعد 20 سنة نفس الحكاية. كلها تجري على مصالحها الخاصة. ريت والعباد هذيا آخر اهتمامات. هاك تشوف فيهم يجوا كان ايامات الانتخابات وبعد اربع سنين التالي جانا البحيري لهنا من وقتها ما رجعش لليومنا هذا نفس الحكي. فما حتى واحد يقنع انا باش يقنع فما حتى واحد فهمتني تصور انا نحكي معناها كعلى روحي معناها انا شنيا فهمتني ما يقنعني حتى واحد ما فماش شكون يقنعني ما نتصورش فهمتني هاك ترى فيها ديجا كيما نقولوا نحن قبله واللي قبله واللي قبله فما حد شايف فهمتني الار حكايه فارغه فهمت كيفاش ما نتصورش انا كان باش يجي شكون هوني فهمتني ومعناها كيما نقولوا باش يشد البلاد حكايه فارغه هي يستحيل ما يجي تفرس الافضل على خاطر لعبه في السياسه ولات لعبه فلوس في تونس لعبه فلوس اللي يعطي فلوس اكثر من اللي تنتخب الناس والاكثر هي ماشي المقرونه والواحد هذيك هي اكيد احنا في تونس اول حاجه لازمنا نعيشوا على الامل ويلزمنا اخويا الكل الساعه اول حاجه نمشوا ننتخبوا الشعب كامل لازم يمشي ينتخب والبلاد هذه كان ما نبدلوا ايش احنا ما يبدلها حتى واحد راه هذه الحاجه تكون اكيد فهم حتى واحد يخدم البلاد حتى واحد يكذبوا عليك والله كلهم يكذبوا والله كلهم يكذبوا في الانتخابات نلقوهم وما بعد ما عادش نلقوهم جمله ما نتصورش اللي باش تخرج من المأزق هذا صعيب شوي على مدة طويلة نتصور على 20-30 سنة القدام تتغير الطبقة السياسية هذه هم ناس دي بروفيتور صراحة ما عنديش فيهم ثقة كل ناس تخدم لرواحها تخدم لأحزابها تخدم البارتي بوليتيك متاعها ما هيش قاعدة تشوف المشاكل متاع العباد لو أي واحد بار يسأله على قل له قديش خبزة سومة ما يعرف إيش ولا حق طماطم ولا فهمني انا ما هوش ناس ماهيش متاعنا وماهيش تبعتنا بصراحه مستحيل ما ظمش اللي تقول هذا به معناتها تقرع سبيتك تلقاه ما ظم منه حتى شيء عليه انا عارفين احنا ولاد تونس ونعرف ما ظمش فيهم حتى واحد اللي يثيق فيه ما فرحونيش ما شفنيش منه حتى فرح من اللي خلقنا بالدنيا هذه ونحن نعانوا في تونس ربحتش منها انت تونس نحن ولينا كم بطاقة تعريف باسم بطاقة تعريف نحن تونس باش مانيش حتى فرحة منها عايشين محرومين في أي حاجة في أوراق تمشي تقضي حاجتك ما تقضيش في خدمة في شنو ولا الفرحة باسم أنا تونس وخلاص تشملنا كم بطاقة تعريف باسم تونس إن شاء الله إن شاء الله بودنا كونها تكون أحسن طريقة باش تختار رئيس جديد للبلاد التونسية لكن فما العديد من الشوائب والأشياء المخفية إن شاء الله نشوفوها بعد الانتخابات إن شاء الله نتمنى يجينا واحد بيه يك ويقفل البلاد ويقفل مع الناس الكل أما صعيبة رأي صعيب برش صعيب كلها تتكلم كل كلامك أول فعل يجيبه رب كلها توعد وما نعرشني وفي الأخر بكل كي يوصل غديك صعيب فهمني ينسى الناس الكل كلها رب واحد هك تشوفها أما الكلام بركة فماش لا يوعدك ومن بعد ما فما حد شيء هل أن الانتخابات الرئاسية هي انتخابات تسير على نهج الديمقراطية أم أنها معركة لتشويه الخصوم؟ فما نقص في الوعي السياسيين ما فاهمين الديمقراطية بالغلط فاهمين السياسة بالغلط
السياسه يسخيلوها ضربني ونضربك وكي انا نخرج لك الاخطاء نتاعك وراني انا نبي ما نخطاش دونك فاهمين ابو الغالب وعلى كيما قلت لك على لون تيرم باش تتصلح البلاد والسياسيين جدد يجي فهمتني هذا على 30 20 سنه ما نعرفش بور لو مومون ما فما فاهم حتى واحد يعجب بصراحه مجرد معركه هي فماش حاجه انتخابيه صحيحه مجرد معركه بين الاحزاب القوي ياكل الضعيف الديمقراطيه موجوده هي ثم ديمقراطيه ما دام ثم عباد تخرج وتعبر وجيتني بالدليل جيتني تسال فيا انت فماش قبل موجوده الديمقراطيه موجود هكا ولا موجوده الديمقراطيه وقت تشوف فيهم كل واحد معناها عامل حمله انتخابيه على روحه قاعدين العباد قاعده المترشحين قاعدين معناها كل واحد قاعد يعمل في حمله انتخابيه على راحته ما ثماش مش كيما قبل كان معروف مرشح واحد لا بصراحه نحكي بصراحه العباره مجرد معركه وانت تشوف فيها اخر مره سي انا انتخاباتنا بالقروي وغيره وكذا وكذا دخلت معارك سياسيه اكثر منها تجاربات سياسيه اكثر منها فهمني خويا اكثر منها معناها وليت في كان في بطحه الناس كل تعارك كل واحد يجبد الروح هذيك هي الوضع في تونس توا بالطريقه هذيك عركه في حمام مش معركه عركه في حمام تاع نساء مش عركه بتاع تقطيع عروضات وواحد ما عادش سياسي وما عادش واحد الانتخابات نتاعنا توا معناها ماشي ماهيش انتخابات نزيهه كما نتمناوها معناها كشعب ككل كل مره معناها تجي معناها حاله من بعض الحالات معناها تجي نقولوا ما هذا رئيس جاي باش يجي مش ينهض بالبلاد نفرحوا الناس الكل معناها يا حبذا احنا نتمناو باش يجي رئيس من بين الرؤساء والله اونت بارونتيز معناها باش نفهمك معناها كوضعيه ككل راهو الرئاسه والسياسه ككل هي راه موضوع كبير برشا للي يفهم في الرئاسه باللي مش يفهم راهو يبقى ما يفهمش انا حاسب الحاله اللي نشوفوا فيها توا الرئاسة ما نكذبش عليك الرئاسة صعبة في البلاد. أي بشر يرشح روحه للرئاسة يقول لك أنا مش نعمل وكلها وعود معناها بدون تنفيذ. ألور احنا في الوضعية هذه شنو نعمل؟ أنا عايشين مع الناس وكاهو أنا نجي مش نقود البلاد سواء كان البلاد دخلت فيها وين احنا موجودين كان البلاد طلعت احنا بطبيعتنا مش نسعى باش نطلعوا ببلادنا بالمستوى اللي هي موجودة فيه تو. أنا تو في تونس سنة أولى ديمقراطية الكلنا مازلنا قاعدين نتعلموا في الديمقراطية. ما كانتش عنا من قبل قاعدين نتعلم ويلزم الكل تجرب ويلزمنا اول حاجه نعطوا ثقه في بعضنا خاطر احنا عندنا برشا شك ولينا نشكوا في كل شيء احنا في تونس سياسيين الكل نشكوا فيه نعطوا ثقه في بعضنا اخويا اكيد في الاخر مش نختاروا واحد مش يخرج بينا لبر الامان بحول الله يلزموا رئيس يخاف ربي ويخاف ربي معناتها يلزموا يقرا حسابات عقوبه ربي قبل عقوبه الدنيا هذه وربما هذوما كل ما يخافوش ربي. هذه نشوف فيها مستقبل مثلا مش مستقبل منحط طول. شنو المستقبل؟ تينا احنا تو ملي متصور تو ما شفناش حتى فرحه فيها البلاد هذه. راهو انسان كي يتكلم معناتها يتكلم بالواقع اخوي. والراس يقص وكرب. اذا كان الديمقراطيه مفهومه في تونس هذا هي مفهوم غلط. ماهيش ديمقراطيه في تونس. فهمتني الديمقراطيه احنا في تونس هنا قول اش تحب واحنا نعملوا اش نحبوا فهمتني هذا الديمقراطيه احنا حبينا تونس صارت فيها ثوره صحيح وكنا نتمناو الخير اكثر كان تونس توصل اكثر للمستوى سواء في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا اما بصراحه واحد من الناس انا جسوي ديزيسبوري ما عادش عندي ثقه في حتى سياسي ولا حتى بصراحة بالنسبة للديمقراطية هي سلاح ذو حدين حسب رأيي أنا تنجم تقودنا في انتخابات حرة ونزيهة إلى معناها شخص ينجم يهز البلاد إلى بر الأمان كيما تنجم تهزنا إلى ما يحمد عقباه وهذه التجارب سلاح ذو حدين كما قلت لك وننظر حتى للدول العربية أو الدول الأوروبية مش ديما الديمقراطية خصيصا نحن في تونس ديمقراطية ناشئة مازلت ما تمرسناش احنا في الديمقراطية مازال شعب ما يعرفش شكون يختار شعب ما يعرفش البرامج كل صراحة مع كامل احترامي لكافة الأطياف المجتمعية الموجودة في تونس مازلنا ما نعرفوش نختاروا الرئيس نتاعنا
ومازال هو الرئيس بيدو ما يعرفش يقدم البرامج، لانه معظم الرؤساء 26 مع كامل احتراماتي ليهم الكل، اللي انه فيهم فما شكون متجاوز الحدود وحدود الصلاحيات الموجوده في الدستور، فما بالك كونه مش يقدم البلاد التونسي، يتحدث عن الاقتصاد في حين المنحة الاقتصادي هو تابع لرئيس الحكومه. مثال سي بياسم مش غير البلاد، سي بياسم الامه العربيه بصفه عامه تشوف اليمن ما نبرك، شوف ليبيا كيفاش احنا نبرك، ما يحمدوش ربي يلبس الحروب لهذا الشيء، هم قاعدين ياكلوا ويفتفوا حتى شيء، احنا ربي معاولنا تونس، شوف ليبيا بحالنا كيفاش حرب، واحنا لبس عملنا ثوره ما درت حتى حرب، هم يحبوا يكونوا حرب بالسيف هذول، يتعاركوا على الكرسي ما يتعاركوا حتى شيء، هم بس حطوا بالكرسي، واحد من فرنسا عايش في فرنسا يحب ياخذ شبز رئيس سمعي داخل في الحبس، يحب شبز رئيس دوله مال هو في الحبس يحب رئيس دوله والاخر من فرنسا. هل انه الرئيس الجاي قادر على تغيير الواقع التونسي الى الافضل؟ طيب ياسر ما ثم حتى رئيس يبدل تونس، كونش ربي سبحانه وتعالى فهمتني عاونوا باش يبدل، ما فما حتى واحد يبدل تونس. علاش معجزه انه يجينا رئيس يغير البلاد؟ وفماش كون رئيس، ما حتى رئيس الوقت الحاضر يبدل البلاد، اللي الرئيس يبدل البلاد بورقيبه الله يرحم. لا لا امبوسيبل بالصلاحيات و لا 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 ما نتصورش على 4 سنين ولا 5 سنين القدام مش تصلح البلاد زعما على الاقتصاد الطايح على الخدمه اللي ما فماش على البطاله على نوسيون ترافاي زاد حتى المواطنين زاد عندها دور، مواطن تجيب خدام باش يخدم لك ولا يعمل لك حاجه ما يخدم معناتها مشتركه المسؤوليه مشتركه، اذا كان البلاد الناس ما توعاش وترجع تخدم ما تصلحش البلاد راه، لا يصلحوها السياسيين ولا يصلحوها حتى حد، يصلحوها المواطنين هما بيدهم هما اللي يصلحوا، ما يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ما تغيرش البلاد اذا كان فريمون ما ترجعش العباد تخدم كل واحد يخدم خدمته فهمتني حكايه فارغه، فهمتني تمشي الاداره تلقاها فارغه تمشي معاش الناس الناس ما بصراحه ما ماهيش على اوتور فهمتني، تخليه تعطيه مسؤوليه ما يتحملش مسؤوليه ما تعجبش. ان شاء الله انا كل ما اتمناه ان يكون الرئيس الجديد هو منقذ البلاد التونسيه، هذا ما اتمناه وهذا ما يتمناه كل الشعب التونسي، لكن كما قلت لك ان شاء الله تجري الرياح بما تشتهي السفن. ما نجمش نجاوبك اكثر من هكا لانه كما قلت لك ان شاء الله احنا نتمنى والتمني نجم يفودنا نجم يجيب نتائج ايجابيه كما نجم يجيب نتائج سلبيه. باش يغير البلاد البلاد هذه ما نتصورش، البلاد هذه امبوسيبل ما نتصورش كيفاش يغيرها انا الزوالي وفلان وولاد حومتي والحومة والإنسان الزوالي اللي توا فهمتني عنده طموح وما وصلوش والإنسان اللي سوفري أنا نحكي معناها بلغة السفرانس خاطرني شعبي ولد حومة فهمتني، يكونش يخرج واحد مني أنا فهمتني من الشعب من حي التضامن من حي الزيتون فوشانة من مكبرية فهمتني واحد أي أما ذوما فهمتني ما عادش شكون أنا نسمي نورمال نقول نتكلم أنا فهمتني جمعة ولا شاهد ويكر في كعبة لونغوست وقد كي يا معلم فهمني أنا نعمل كان عملت كبعة خلطت على كبعة ذم محارودة في طرف الزبدة تسمى فهمتني عديت ناري شوية فهمتني بروتينيات شوية فهمتني تسمى كطرفة الزبدة أصور فيها بروتين ولا بون العظم مكشوف فهمني حتى كعبة العظم أوميغا 3 فهمتني البلاتو نتاعو فهمني ب 30 دينار خويا فهمت يعني هو الرئيس شكون اخي هو الرئيس هذاك كيما قلت لك قبيله ياكل في الكافيار وياكل في اللونغوست وفهمتني باش زعما باش يغزر لي انا ما غزرليش فلان اللي قابله فهمتني الله يرحمه وفلان 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 فهمتني خويا ما دام الحكم مش في يده صلاحياته محدوده الرئيس شنو اللي عنده الخارجيه والدفاع ما عندوش القرارات الكبرى مش قاعد ياخذ فيها مر المجلس النواب ومجلس النواب الكوتل اللي تحكم فيه صح ولا احنا نقول نتمناو كان مش يجي معناها رئيس يعرف قيمه الديمقراطيه ويعرف قيمه الحريه الذاتيه لكل شخص، صحيح ماهيش الحريه مطلقه لكن الحريه لازم تقف عن حدود، نتمنوا انه يجي رئيس معناها يعطي كل ذي حق حقه معناها مش يجي معناها
يزيد يكمل يهتك البلاد ويدخلها في حيط كما اللي صارت في الاعوام اللي فاتت. ما نتمنيو كان يجي رئيس يكون مثقف، رئيس يكون شعبوي من الشعب خارج، ماهوش رئيس معناه يجي من قبل ما نش عارف دوله اجنبيه ولا دوله مش عارف تقريه في الديمقراطيه، يجي يطبق الديمقراطيه وما يعرف حتى شيء من الديمقراطيه. انا نتمنى ان يكون رئيس منبعث من الشعب نتاعنا، علاش ما يكونش رئيس مثقف طالع من الجيل اللي طالع تو، يكون صغير في العمر ويكون معناه تبارك الله عليه فايق وناشط ويعرف كيفاش يسير البلاد، عنده بعض الاحكام وعنده بعض القرارات. اكثر من هكا ما نتمنى واحد شيء. نتمنى صحيح عندي فكره عن بعض المرشحين للرئاسه، ما نحبش نذكر شكون هكا وهكا، مي نتمنى انه يجي الرئيس اللي نتمناه احنا يكون في بلاصته. صعيب شويه اللي هما باش يكون الرئيس اللي باش ينجم يغير البلاد، يكون الحكومه ولا الوزراء اللي معاه من نفس الحزب. اما اذا ثم توافق ولا ترويكا ولا ما نعرف شنيا يوصل لحد شيء. يلزم يكون رئيس انه الوزراء اللي معاه اللي في الحكومه يكونوا من حزب واحد باش يتحملوا مسؤوليتهم كما يلزم، لا اكثر لا اقل. اما اذا ثم توافق كما اللي صار توا ولا قبل في الترويكا راهو ما ثم حتى نتيجه. رئيس مناسب بنا ناحيه، رئيس مناسب ترى قول لي انت فماش كون رئيس مناسب توا باش يشجعك رئيس باش تمشي تنتخبه وما توخرش التالي؟ ما فماش، ماهوش موجود. فهمني كلك يبعث فماش. انت كمواطن تونسي كيفاش تشوف تونس في المستقبل؟ والله كما قال لك نتمناو كل خير فهمني لتونس. فماش واحد ما يحبش بلاده وما يحبش تقدم وما يحبش ما خير وما احسن فهمني. وكا هو احنا نتمناو ديما نتمناو وكا هو في تونس، التونس ديما نتمناو لك هو. يا ودي ما تسمش مقاييس صحيحه مع اي واحد فيهم على بعضها. اللي تخمم فيه ما عندوش تاريخ، تاريخه اظلم طول. ان شاء الله كان يكون حازم ويكون ياخذ قرارات صحيحه ويخاف ربي ويتبدل، يتبدل معنا الحكم يولي رئاسي ما عادش برلماني، ان شاء الله يمشي نحو الافضل ان شاء الله. كيفاش تشوف تونس المستقبل؟ ان شاء الله يكون تكون خير من هكا، وان شاء الله تصلح فيها برشا اوضاع، ان شاء الله تمشي للصحيح، تنحي المديونيه وتنحي برشا حوايج. يعطينا بالرسمي واحد يخدم البلاد بضمير وكهو، يرى الناس الزوايا ولا يرى العباد كي بالحق تستحق، فهمتني؟ يا باين يعني بالفعل نتاعو باللي تحب، يعني الناس الكل باش تحبه فهمتني، وعادي يزيد هو يكمل يشد رئيس فهمتني كهو. فما انت تخاف على بلادك، فما انت تحب تخدم، فما انا فما ذي. اما اللي يجري باش يشد رئيس وعرفها بلاد ما فيها حد شيء ويصرف عليها في قداش من مليون، معناها تو شوف حملاتهم انتخابيه الطبله والذكرى اكثر من الكلام، تعرف اللي ما فيهم حتى حد يصلح لتونس، وتونس راهو ما نجم يشد حتى حد، وراهو حتى باش تقعدش مسايب باش يمشي كما هي راهي تونس، معناها ما نجموش يضروها. اما يشبعوا فيها فهمت، تونس راهي غنيه، عندها ثروات، راه عندها برشا حاجات تونس. راك تشوف فيها انت ما فقرناش حتى، ما ديما ميزانيتنا معناها صفا، معناها بلي احنا عايشه. يقول لك الطبقه الوسطى مهمشه وصاي ما عادش عندنا، هاني نلبس هاني ناكل هاني نعيش، نخدم 600,000 ونخدم ونعيش وناكل ونلبس ونشري ونخرج، ومره كل مره هكاك العباد كلها هكاك. يكذب عليك اهبط تشوف العباد كيفاش تقضي، تتقى العباد الكل تقضي وجوهم بايخ، وخضره الغله اللحم ياخذوا الناس الكل. اما هما شنو هما يحبوا سنية، احنا نخدموا باش نصرفوا يعني باش تتكون باش تعمل حاجه، مستحيل فهمتني، تخدم باش تعيش هكا هو باش تصرف.